لكي نجمع صفوفنا، لكي نوحد كلمتنا، لكي نبني بلدنا. وهذا يحتاج لتضافر الجهود ولملمة الشمل من كل أقصاء البلد الذين لهم الغيرة في بناء بلدهم وفي بناء وطنهم. إخوتي الكرام، نحن في مثبت نريد أن نعمر ونريد أن نبني ونريد أن نجمع الشمل جميعا إن شاء الله. لذلك كل من جهته وكل من مقامه أتيتونا لكي تشدوا معنا الرهل، لكي تشدوا معنا الرهل وتشيل الشيل معانا عشان نعمر البلد. اليد في يد قالوا بجدها بعيد، واليد مع اليد، اليد الواحد قالوا ما بيصفق. عشان كده نحن كلنا مع بعض نجتمع عشان نصفق مع بعض في هذا المؤتمر. والله نحن نشكركم جزيل الشكر، والشكر أجزله. لا نتمكن أن نعبر عنكم لأنكم حملتم ثعاب السفر من أماكن بعيدة من جهات مختلفة عشان تجوا تعمروا البلد، عشان تجي تساهموا في التنمية. المرأة من الصباح الباكر على الشمس، هذا إن ضل إنما يضل على وطنيتهم للبلد وغيرتهم للبلد واستقبالهم للضيوف كي يبنوا البلد مع بعض. الشباب الراكبين الجمال الواقفين على رجلينه الجايين من محلات البعيدة، وأنا متأكد في شباب جوا بقرعين من مسافات بعيدة جدا، كلها همة بتاع بلدهم، دارين يبنوا بلدهم، دارين يبنوا بلدهم. السيد السيد عضو المجلس السيادي، السيد أمين حكومة الولاية ممثل الوالي، الإخوة الأجهزة الأمنية، أنا هنا في مثبت الآن، نقول نحن في مثبت، ومثبت ما جديدة، والزول ما عنده قديم ما عنده جديد، الزول ما عنده قديم ما عنده جديد، الزول ما عنده قديم ما عنده جديد. حقيقة حقيقة يا ناس، يا أهل، يا حكومة، الإعلام ده أي محل بمشي وأي زول بسمع، أي زول بجي وأي زول بسمع، أنا هنا الكلام الفارغ الناس بيقولوه في الوسطابات وبيتكلموا كلام الفارغ عن مثبت. نحن لا نرضى ولا نرضى ولا نرضى. التاريخ يا اخواننا، التاريخ دار ميدوب، دار كبابيش، دار بيرتي، دار ريزيغات، دار حسانية، دار فلاتة، دار بني حلبة، دار مساليد، دار حسانية، دار معالية، دار بيرتي، دار قبر. بلد مقسمة على ديار، الما عنده دار خليه يشوف له دار يا ناس، ما يزاهمنا. وأنا من هنا، أنا من هنا، أنا من هنا أقول شنو؟ أنا من هنا أقول ما في زول يقدر يحددنا هنا في بلدنا، ما في إنسان يقدر يحددنا في بلدنا، هنا بلدنا ده زول يقدر يحددنا فيه ما في.
أنا هنا نعرف حدوده، أنا هنا نعرف بلدنا حدوده، نعرفه شبر 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 يا ناس. والبلد إذا كان يا أخوانا الزرع، إذا كان الزرع صحيح ده بكون عنده حدود، بكون عنده جيران. أنا قاعد نتكلم نقول دارتور دارتور، أنا عندي حدود، أنا عندي جيران يا ناس، عندي جيران. البلد بيثبتوا بجيران، بيثبتوا بحدود، بيثبتوا بوثائق، بيثبتوا بمستندات، ما بيثبتوا في واسطات ولا بيتكلموا بكلام فارغ ولا شيء ما أساس. شكرا يا ملك، شكرا. خلاص الداي حدثنا في بلدنا، حنيجي حتى قبل بكره، حتى قبل بكره يا اخوانا. الداي حدثنا في بلدنا يجي حتى غير قبل بكره. والله المقام ما مقام حديث كثير، المقام مقام ترهيب، لكن حبيت انه اذكر الناس في بعض الاشياء. كلام كثير بيقولوا لي انا هنا كادارات اهليه من اولادنا ذاته، كلام كثير بيقول لنا في إدارة أهلية، يا إدارة الأهلية أنت بيت البلد، بلد بيتباع يا أهل، أهل بلد بيتباع، أهل ما بيتباع بعربية، أهل ما بيتباع بقرش، أهل ما بيتباع بأي حاجة يا أخوانا. أفهموا الحتة ده كويس، أفهموا الحتة ده كويس. أنا هنا كل زول بعرف نفسه والعارف عزه مستريح. أنا استلمنا البلد ده كابر عن كابر عن كابر عن كابر عن كابر يا أخوانا، ونسلمها ونسلمها إلى أجيالنا من بعدنا إن شاء الله. لذلك الناس يطمئنوا، ما يسمعوا الحوس، ما يسمعوا الكلام ما عنده أي أساس. أنا هنا عندنا أساس، المثل بيقول المليان ما بجلبه، المليان ما بجلبه، أهنا مليانين ولا نجلبه ولا نقول كلام فارغ لزول، لكن ما دايرين كلام فارغ من زول من لينا. احنا ما نقول كلام فارغ لزول، ما دايرين ما نشتم زول ولا ننبه الزول ولا نتكلم كلام ما في محله، نتكلم كلام بمستندات، كلام فيه مسؤوليه، وانا بتكلم من منطلق المسؤوليه ان شاء الله. اهل الكرام، المقام ما مقام كلام، المقام مقام استقبال الضيوف، والمقام مقام مجال التنمية. عشان كده إن شاء الله إحنا نقول لكم، إحنا نقول لكم إن شاء الله، إن شاء الله إحنا نقول لكم كتر خيركم، جيتوا تعذرونا وجيتوا تقيفوا عشان تشوفوا البلد. في ناس وبهات ولدهم في مثبت هنا، وفي ناس جدود ولدهم وجدود جدود ولدهم، لكن ما شافوا مثبت جوه الليله يشوفوا مثبت، ما شافوا مثبت. في ناس جو من امريكا، في ناس من بريطانيا، ومن ناس من استراليا، من سعوديه، من يمن، من كل دول العالم. لكن انت اذا كان قلت انا من وين وانت من وين وذاك